شركة مارفيلا هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشرح إن شاء الله سوف نتطرق بشكل سطحي فقط عن مصطلحين. الأول هو الكومبوننتس أو ما يعرف بالمكونات، والمصطلح الثاني وهو GSX. إذا تتيح لنا المكونات أو الكومبوننتس تقسيم واجهة المستخدم إلى قطع مستقلة قابلة لإعادة الاستخدام والتفكير بكل قطعة على انفراد. كمثال على ذلك، لكي نقوم بشرح هذا الكلام، لدينا هذا الرياكت ابليكيشن أو الرياكت كومنت هنا. إذا هذا معمول بالرياكت وتم عمله بمبدأ الكومبوننت، أي هذا الابليكيشن سيكون مقسم إلى قطع مستقلة. يعني مثلا هنا سيكون لدينا هذا الكومبوننت هنا الخاص بالكومنت، ايضا هنا الكومبوننت هذا الذي يعرض لنا هذه الكومنتات الموجودة، ولدينا الكومبوننت الكبير الذي يحتوي على جميع هذه الكومبوننت. التقسيم سيكون بهذا الشكل. اذا سيكون لدينا هذا الاب هنا، اذا هذا عبارة عن كومبوننت كبير سيحتوي على جميع الكومبوننت الاخرى. هنا لدينا الكومنت فورم هو عبارة عن كومبوننت، ايضا لدينا هنا الكومنت ليست التي باللون الازرق هي عبارة عن كومبوننت، وهنا لدينا الكومنت كومبوننت ايضا التي باللون الاصفر. الان لو لدينا مثلا تطبيق اخر ومثلا يحتوي على كومنت فورم، فيمكننا ان نقوم باستخدام هذا الكومبوننت في التطبيق الثاني بكل سهولة. اذا هذه احدى ميزات الكومبوننت انها قابلة لاعادة الاستخدام في مشاريع او تطبيقات اخرى. اذا الان الابليكيشن هذا سيكون مقسم الى كومبوننت، بعد ذلك يمكننا ان نقوم بمعالجة كل قطعة او كل مكون على انفراد. اذا هذا هو موضوع الكومبوننت، فقط بعض يعني نقوم فقط بازالة بعض الغموض. طبعا ما زاد هناك الكثير من المعلومات حول الكومبوننت، كيف نقوم بانشاء هذه الكومبوننت، انواع الكومبوننت الموجودة، ايضا حياة هذه الكومبوننت كيف تكون. اذا كل هذا سوف نتطرق اليه فيما بعد ان شاء الله، حاليا هذا فقط ما يجب ان تقوم او هذا ما يجب ان تعرفه. الان لدينا مصطلح اخر وهو GSX. GSX هي اختصارا لجافا سكريبت XML. سنصادف GSX كثيرا عند كتابتنا للكومبوننت او المكونات في رياكت، وهي عبارة فقط عن صيغة او سينتاكس تهدف الى تسهيل كتابة وقراءة اكواد الكومبوننت. GSX هي ايضا امتداد للجافا سكريبت، اي اننا سوف نقوم بكتابة اكواد جافا سكريبت لكن بطريقة مغايرة. هذه طريقة تشبه كثيرا الاشتيامان لكنها ليست اشتيامان، وهذا مثال على ذلك لكي نقوم بتوضيح هذا الكلام الذي كنا نقوله. اذا لدينا هنا على اليسار هذا كود معمول بالGSX، وهنا فقط الناتج بعد ان تم تحويل هذا الكود الى كود جافا سكريبت عادي. كما قلنا GSX هي الهدف منها تسهيل كتابة وقراءة اكواد الكومبوننت. إذا لو نلاحظ هنا هذا الكومبوننت مثلا الذي قمنا بإنشائه، نلاحظ هنا نستطيع أن نقوم بقراءة هذا الكود بكل سهولة. طبعا هو شبيه بالـ HTML، نلاحظ هنا لدينا div h1 هنا p span، هذه كلها موجودة بالـ HTML، لكن في الحقيقة هذا ليس عبارة عن HTML وإنما كود GSX. لو نلاحظ هنا لدينا الكلاس نيم، الكلاس نيم هذه غير موجودة في الـ HTML. أيضا في الـ HTML لا نستطيع أن نقوم بكتابة هذه التعبيرات مباشرة، هذه موجودة في الجافا سكريبت، وكما قلنا في النهاية GSX هو عبارة عن جافا سكريبت. إذا سنستطيع أن نقوم باستخدام جميع أو الباور الخاصة بالجافا سكريبت، نستطيع أن نقوم باستخدامها في GSX. إذا هذا GSX في النهاية سيتم تحويله إلى هذا الكود، كود جافا سكريبت عادي تفهمه جميع المتصفحات. هنا نلاحظ درجة التعقيد سواء في قراءة هذا الكود أو حتى في فهمه، لكن هنا نلاحظ السهولة في القراءة وأيضا في كتابة هذا الكود. لهذا نحن نقوم باستخدام GSX في إنشاء الكومبوننتس الخاصة بالرياكت. إذا كانت فقط هذه بعض المعلومات البسيطة عن الكومبوننتس وعن GSX. كما قلنا ستكون لنا معهم مواعيد قادمة إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.